مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناة من جديد وحلقة جديدة من دردشة مع فنجان قهوة. بس اليوم انا مش عاملة قهوة لانه افطرت ولاحظت انه من يوم التنين لحديت هلا اليوم الجمعة ما باكل كتير في الافطار، وبتعرفوني انا ما باخذ مكملات غذائية، فقررت اليوم هلا رح اروح اكمله اعمله اجي اكمل الفيديو هذا معكم. قررت انه بدي اعمل لي سموذي، بس بدي افرجيكم انا شو حطيت في السموذي تبعي. حطيت موزة كاملة قطعتها قطع صغيرة، وحطيت حبة كلمنتينة كاملة، وحطيت حبتين فراولة، وحطيت كبشة من الكرامبري. هلأ الكرامبري رح تقولوا لي مش موسمه، من وين جبتيه؟ أنا هذا مفرزاه من شهر 11 اللي فات. الكرامبري هون بيجيبوه كتير في الأسواق لما يكون موسم الثانكسجيفينغ، فأنا لما يجي Thanksgiving شهر آخر شهر 10 شهر 11 كله شهر 12 كمان بروح بشتري كياس كتير كتير كتير، وبعبي يعني بعبي الفريزر اللي برا في الجراج، بعبيه كياس كرامبري فريش وحلو، بفرزهم وبيقعدوا مدة طويلة، يعني بيقعدوا يمكن أكتر من 6 شهور. خليني أفرجيكم شكل الكيس كيف شكله. هيو هذا شكل الكيس، طلعوا كرامبري ومليان الفريزر اللي برا. بخصص انا درج كامل من الفريزر للكرامبري، وبحطه على كل العصائر، حتى لما اعمل هيك اورنج جوس عادي بحط عليه كرامبري، لما اعمل سموذي مثل هيك بحط عليه كرامبري. الكرامبري مفيد بشكل يا بنات، عن جد مفيد. وكمان حطيت معلقة، شايفين البذور هاي، حطيت معلقة طعام تشيا سيدز ومعلقة طعام بذور الكتان اللي هي فلاكس سيدز، فمعلقة طعام تشيا سيدز، معلقة طعام فلاكس سيدز، ومعلقة طعام كبيرة عسل. وهلأ حطيت كمان شوية آيس عليه، هلأ بدي أحط شوية حليب وأخلطه في الخلاط وآجي نبلش الحلقة. ورجعت لكم انا والسموذي تاعي. يا بنات جربوا، نصيحة، بجنن، احلى وافيد سموذي تدوقوه. وبعدين البذور هاي لا تفكروا انها راح تضايقكم، ولما تخلطوها بالخلاط خلص يعني ما بتحسوا فيها ابدا وانت بتشربوا سموذي. احنا عنا الافطار الساعة تقريبا 6:30 المغرب، فالدنيا بعدها بتكون شوي نهار، بعد ساعة هيك خلص بتعتم الدنيا. ف لحديت هلأ مش حاسة لا بجوع ولا بعطش ولا بتعب الحمد لله، مع انه يعني دايما في رمضان اول يومين ثلاثة بحس انه بيجيني صداع عشان القهوة، بس بالمرة ابدا ولا حاسة باي نوع من التعب ولا الخمول. لا يومي ببدأ بخلصه زي ما هو، كتير نشاط وحلوة. هلأ ما بقدر أصحى للسحور لأنه عندي شغل تاني يوم، فبنام يعني مواعيدي وروتيني في رمضان والأيام العادية نفس الشيء. اللهم إنه الوقت الإفطار بيكون الساعة 6:30، أول كنت باكل الوجبة الرئيسية عندي الساعة 4-5، فما ما فرق كتير يعني معي مع الصيام المتقطع اللي بعمله ورمضان، اثنين يعني ناسبوا بعض كتير. بس يعني هلأ قبل الإفطار، قبل أنام قبل الساعة 10، يعني تقريبا في حدود الساعة هيك 9:30، بعمل لي سندويشة صغيرة هيك بس عشان خوف، بس والله ما بكون جوعانة ولا إلي نفس أكل بالمرة، بس بعمل لي اي شيء، احيانا سندويش، احيانا صحن سلطه، احيانا علبه روب وبحط عليها شويه فواكه وعسل. بس يعني لو بدي ما باكلها، وما بعرف ايش رح يصير ثاني يوم، يعني هل رح اجوع كثير ولا لا، ما اعتقد، بس خوف من الجوع ثاني يوم. بس بعمل لي سندويشه صغيره، جبنه وزعتر، لبنة وخيار وبندورة، أشياء هيك خفيفة. هلأ بالنسبة إلي أنا كمان يا بنات في رمضان، لأنه رمضان بالنسبة إلي أنا هو شهر تعبد، مش شهر
أكل وأشكال وألوان. وأنا من النوع أصلا لا بحب مقبلات ولا باكل الطبق الرئيسي، إذا في سلطة جنبه ممتاز، بس بكون حريصة أن الطبق الرئيسي فيه كمية البروتين اللي بدي إياها والخضار ونسبة النشويات اللي أنا محددها، وبكون كامل مكتمل. هلأ عشان أعطي نفسي وقت أطول إنه أقرأ قرآن ويعني أتعبد وأصلي ويكون شهر زي ما أنا حابة إنه يكون، فاللي صرت أسويه إنه بعمل وجباتي، بعمل 3 وجبات وبحطهم في الثلاجة وبنسخن وقت الإفطار، فبهيك بكون بين الشغل وبين إعداد وجبات الإفطار وبين العبادة ما بكون يعني بكون قادرة أعمل كل إشي بأريحية. ما بقوم بطبخ وبعمل الأشياء قبل الإفطار بشوي يعني، لأنه أصلاً بكون راجعة من الشغل وراجعة تعبانة. ففي حلقة كاملة رح أفرجيكم كيف بعمل الوجبات، 3 وجبات وبنقعد عليهم 3 أيام، وبعدين كمان اليوم الرابع ببدأ بعمل 3 وجبات فريش، فالثلاث وجبات بضلهم بالثلاجة حلوين وطعمهم ما بيتغير وبنسخنهم في الميكروويف كأنه معمولين طازة، يعني مريحانا الطريقة هاي بشكل. مش بس في رمضان أنا يعني قررت أنه أعملها، أنا بعملها من قبل بس قررت أنه أستمر عليها في رمضان وما أغير، عشان بتحررني تعطيني حرية في الوقت أكبر أنه أعمل الأشياء اللي أنا بدي أعملها في الشهر الكريم. انتوا يا بنات احكوا لي في التعليقات تحت ايش طقوسكم في رمضان، ايش بتعملوا، هل بتطبخوا كل يوم؟ اكيد انتوا عندكم عائلات في البلدان العربية واهلكم، واكيد تعملوا عزايم وصفرة والسمبوسك لا انا ما بعمل الاشياء هاي بالمرة، هو الصحن الاكل وبس. وعملت عصير قمر الدين، عملت شوربة عدس بس ما يعني بخلي تركيزي في المطبخ ابدا، تركيزي الي انا قاعده وبحاول ان شاء الله اختم القران، بس ان شاء الله اقدر اختمه، فان شاء الله راح اقدر اختمه ما تخافوا. عن جد شكلي راح اعمله كل يوم، هذا كتير حلو ومنه يعني من الحلويات. اقول لكم شغله بتضحك، قبل ما بلش شهر رمضان طبعا كل الفيديوهات على التيك توك واليوتيوب تحضيرات واكلات لشهر رمضان وهذا، وقاعده انا مركزه على القطايف، حطيت لي يمكن تقريبا حفظت خمس او ست فيديوهات لبنات بيعملوا القطايف، كل واحده فيهم بتقول طريقتي هاي الطريقه اللي راح تعتمدوها طريقه ناجحه وهذا، فبعدين قلت لا انا ذا صدقوني يعني إذا عملت القطايف عندي أنا في البيت أنا اللي راح أكل القطايف كلها، بناتي ما إلهم بالمرة في الأكل العربي، ما بحب مش الأكل العربي الحلويات العربية ما بعرف ما بيستسيغوها، بحبوا أكتر البراونيز الآيس كريم الأشياء اللي بيحبوها الأمريكان يعني، فأنا رافضة رافضة أنه أعمل القطايف لأنه راح أكلها أنا عن جد. كمان شغلة غيرتها من روتيني اللي بعمله، يعني بدل ما بمشي الصبح ساعة، هي والله بس مجرد خوف يعني، أنا لو أجرب يمكن تزبط العملية، بس مبسوطة على النظام هلأ هذا ورح أعتمده في رمضان كله، وبعد رمضان برجع على النظام القديم. بدل ما أمشي ساعة الصبح بمشي ساعة بعد صلاة التراويح، بتكون الدنيا في الليل، فبطلع أنا والكلاب وبمشي ساعة كاملة، لأنه إذا قلت إذا بدي أعطش فيني أشرب، إذا بدي بتعب بدي أكل إشي بقدر، بس حسيت إنه المشي في الليل حلو عن جد، مش مضايقني أبدا، حبيته، بس يعني كذا يوم هيك حاولت إنه أقول لا خليها لا تاني، خليني يعني أعدي اليوم، فأنا هذا اللي من الأول من أول ما بديت يعني بدي أنقص في الوزن، وأنا بقول أول إشي من الصبح أول ما أصحى من النوم ويعني أول شغلة أعملها في يومي هي إنه أطلع أمشي ساعة، عشان ما أعطي لنفسي مجال بعد هيك إنه أكسل أقول
خلاص خليها لبكره، او لانه بعرف نفسي انا بس يمشي اليوم انا بطلع لنفسي 100 حجه انه ما اطلع امشي. بس هلا لا، يوم الاثنين مشيت، الثلاثة الاربعاء الخميس والجمعه، اليوم ان شاء الله بس بعد صلاه التراويح راح اطلع امشي، ومبسوطه كثير على النظام هذا. دردشة اليوم مجرد يعني دردشة عني وعن ايش بعمل في رمضان. انتوا قولوا لي ايش كمان انتوا طقوسكم، شاركوني في التعليقات. ان شاء الله بشوفكم يوم الجمعة الجاي. هلا ما بعرف قد ايه راح اكون يعني مسلية بالنسبة لكم دردشة يوم الجمعة، لانه مش قاعدة بتفرج على التلفزيون بالمرة، بسمع بودكاست وانا بحضر الاكل الوجبات الثلاثة، لانه بتاخدني اكثر من ساعة وانا قاعدة بحضرهم، فبسمع بودكاست. بس يمكن ألاقي معلومات في البودكاست اللي بسمعها أشارككم إياها، بس إنه مثل أول ولقاءات ومسلسلات لا، ما في الشهر هذا، انسوا التسلية من هالنوع هذا. بس إذا عندكم اقتراحات إلي إيش أفرجيكم إيش نعمل في دردشة يوم الجمعة، بكون شاكرة كتير لكم. هذا كان كل شيء عندي اليوم يا بنات. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع لأوقات. إن شاء الله بشوفكم الأسبوع الجاي.